الآن في معركة طوفان الأقصى تجلت أكبر سنة إلهية غير مسبوقة على قد التقدير في ضمن أعمارنا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكأنما هذه الآية قد نزلت في مثل هذا اليوم، عندما تخلى العرب أو الأعراب بتعبير أدق كأنظمة عن قضية فلسطين، لأنها لم تدخل إلى وجدانهم، لأن هذه الأنظمة لم تنتمي في يوم من الأيام لا من حيث النسب ولا من حيث السبب إلى العربي أو إلى قضية المسلمين. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد حالة الاستبدال، فإن تتولوا أيها الأنظمة العربية يستبدل قوما غيركم. هذا الأقوام الآن، هذا المحور المقاومة، هاي أمة محمد رسول الله، أمة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، لأنها أمة عقائدية حقيقية مستعدة للدفاع عن ثوابت الإسلام والمسلمين بأرواحهم. وأي تضحيات أكثر من سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله، ذلك الرجل الاستثنائي الذي آثر على نفسه أن لا يقبل بأي تسوية مع الكيان الصهيوني ما لم يتم أولا وقف إطلاق النار في غزة. ويستحضر دائما قول أبي الفضل العباس: أتعطين الأمان وابن رسول الله لا أمان له؟ يقول للكيان الصهيوني: أتعطوننا الأمان؟ نحن حزب الله وأبناء غزة وشباب غزة لا أمان لهم. عندما تجد الأمة مثل هكذا الروح، هكذا أمة عقائدية، تجد ثمة بالتأكيد الصواريخ تنهمر على الكيان الصهيوني. أقول للسيد الأخ عضو المكتب السياسي: يكفيكم مجاملات، يكفيكم مجاملات، كونوا على ثقة، مجاملاتكم مع الأنظمة العربية هي التي أوصلت قضية فلسطين إلى ما وصلت إليه. مجاملاتكم مع الأنظمة العربية، كيف الآن تفرق؟ أنا بإمكاني أسأل أي قيادي في حماس، كيف يمكن لك أن تفرق ما بين الدعم الأمريكي والدعم الفرنسي والبريطاني عن الدعم الأردني والدعم الإماراتي؟ الآن الصواريخ التي تحترض، الصواريخ الإيرانية والصواريخ العراقية، يا سيدي يا قيادي في حماس، من الذي يحترضها؟ تحترضها الدفاعات الجوية من داخل الأردن، تحترضها الدفاعات الجوية من الأردن يا عزيزي. والصواريخ التي تنطلق من الكيان الصهيوني صوب إيران والعراق واليمن تنطلق عبر سماء دول الخليج والأردن. إلى متى تبقون على الحياد تتعاملون مع هذه الأنظمة؟ يجب عليكم أن تفرزوا الخنادق بصورة حقيقية. الدبابة الصهيونية اللي تقصف أبناء غزة والطائرة اللي تضربهم، هذا مو كلامي، هاي سعودية. الآن مرابض الطائرات بعد أن تعطلت بعد القصف الإيراني، مرابض الطائرات الصهيونية من داخل الأردن والآن وصلت إلى حتى الإمارات. ما هو الوقت الذي تقفون؟ يعني تغيرت الموازين بعد الضربة الإيرانية، يعني تطير الطائرات من الأردن، ومن الإمارات تقصف ما تشاء، وأنتم تتعاملون لا الأنظمة العربية ومجرد أموال. المعركة معركة أموال، لو المعركة معركة دم. يجب أن تكونوا واضحين. من يفرق بين الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات والأردن منافق، وإن كان في قلب المعركة هذه معركة فرز خنادق. الله سبحانه وتعالى استبدل الآن محور المقاومة، خلاص هذا محور الحسين وعلي من الإيران. من هي القيادات؟ انظر من هي القيادات. السيد الإمام الخامنئي ابن رسول الله، السيد حسن نصر الله ابن رسول الله، السيد السيستاني الذي لم يعني بياناته واضحة منذ لحظة طوفان الأقصى بالمالي وبالقدرات العسكرية وبالدعم الإنساني، وأكد الإمام السيستاني أن المنطقة لا يمكن أن تستقر ما دام هذا الكيان موجود فيها. السيد عبد الملك الحوثي ابن رسول الله. إذن هي معركة ما بين أبناء رسول الله وما بين كل الاستكبار العالمي وأبناء كل الدول والأنظمة الذين لا ينتمون إلى هذه الأمة، اقرأوا تاريخ آل سعود، ما هو نسبهم، إلى أين ينتمون يا أخواني؟ كافي عام كامل وغزة والشعب اللبناني العربي المؤمن المسلم العقائدي الاثني عشر يعطي بدل الدماء دما، وتتعاطون معه كما تتعاطون مع السعودية؟ هذا مو منطق، هذا ما مقبول بعد اليوم. يجب أن تكونوا واضحين. عام كامل
ونحن في العراق أيضا نقدم الصواريخ والطائرات المسيرة والدماء في حشد الشعبي. مرجعياتنا تفتي بإعطاء الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني. الآن المرجعية تفتي بإعطاء المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. أعطني أي قافلة جاءت من الرياض، أعطني موقف واحد نصف مشرف من محمد بن سلمان الذي يريد أن يطبع. بعد ماكو مجال للمجاملات وللمساومات. تتحدث عن الشعوب، هذه الشعوب مثل ما تفضل الدكتور محمد ترزح تحت ظل أنظمة جائرة. والله أي يعني شعوب خرجت تظاهرات؟ بالإمارات خرجوا تظاهرات، بالكويت خرجوا تظاهرات، مصر خرجوا تظاهرات. هذه الشعوب إما شعوب منسجمة مع أنظمتها خانعة أو شعوب ترزح تحت ظل أنظمة. خرجوا تظاهرات بالإحساء والقطيف، قتلوهم. قال محمد بن سلمان كل من يظهر بتظاهرات مؤيدة للسيد حسن نصر الله يسجن. البحرين أيضا كذلك، علم فلسطيني واحد رفع علم فلسطيني سجن في السعودية. تجي هالمجاملات كاف، انتهينا بعد.